كما كنقولوا ديما كنبداو السؤال الوجودي ديال الحلقات هو علاش انا مثلا انا ما عمرني تسيرتيفيت مع صراحه ما دخلش ليا الراسي شحال هذه زعما ماشي كيسيون ديال ما جاتنيش الراسي وصافي دونك علاش بالضروره انا مثلا خدام مزيان فديت الخسائر ديالي كيزيد ما كيزيدش ولا كذا يعني مرتاح في الخدمه ديالي علاش خصني تسيرتيفيت؟ نبداو مع السي عبد الاحد. السلام عليكم. بون كما قلت لكم قبيله كان واحد السياق اللي كان خصني نسيرتيفيا فيه لان من يلا كتخرج من ليكول كتبغي تكون عندك امتيت فالور اجوتي كتبغي تكون عندك ان ديستينكسيون مي او ديلا دو سا خديت دو سيرتيف لا فالور اللي كانت عندي في المارشي ما كانش عندها علاقه باللي كومبيتونس ولا لي سيرتيف كانت عندها علاقه دغيا لا موتيفاسيون ديالي كتشاف ان je suis un électron libre et donc ça se voit qu'il y a une derrière une énergie etc donc ce qu'on appelle les soft skills mais après le mouchoir de le moqawala tarit anni ndir les certifs les formations et donc quand je suis certifié parfois je suis attiré par une certif jusqu'à 2016 donc le business ديالي ما بقاش عنده علاقه بالفورماسيون ما بقاش عنده علاقه بالديجيتاليزاسيون etc mais انا ديما عندي لو ايغر ديال القرايه خصني نقرا دونك mis à part اني كنقرا دوك الكتوبه كاملين ديال ستارت ابين الكتوبه كاع ديال موتيفيشن سبيريت ايتترا خصني ان تشالنج افيك مو ميم وديك التشالنج انا اللي عزيز عليا جو فو با كونيتر ان تيكنولوجي ولا ان برينسيپ ديال مانيير ماكرو خصني نهبط الميكرو ديالو لي ديطاي ماشي مشكل اني ننسى راه غننسى مي او موا لي بيغ لاينز غنكون قصتهم غنكون عشتهم بحال مثلا جافا سيرتيفيتها هذاك لو باراديغم ديال لونغاج جافا وليت فاش مشيت سيرتيفيت بيتون بي اتش بي كذا تيبان لي كلشي بحال كي العكس كتولي تستافد كثار من الكونسيبت من كانت بروجيتي ايتترا دي سيرتيف مثلا تو سكي تي اتش تي ام ال 5 ايتترا مثلا سيتي دومين اللي علمني ستاندار دبليو في 3 سي و لي او تي اف ايتترا دونك كل سيرتيف انا مثلا ماشي كانت سيرتيفيا باش ندوز اكزام بلون ايتترا كاع لي سيرتيف اللي كيجيو بالاكزام بلون ما كنحطهمش في رود ماب ديالي كاع دوك كنهز الاي بي اي كنبدا نقرا بحال جي بي عاقل على في 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 جافا قريت الاي بي اي ديال جي بي 2.0 كامله جونغ واقيلا شي 1600 باج اي دونك بتي تابتي ولا كيبان ليا لامباكت كيبان شاك 4 اون في لو سافوار فير ديالي ما بقاش غير تكنيك مي نقدر ندوي مع الدي اس اي نقدر ندوي مع الكليون ونقدر نايربانيزي ونقدر ندوي على بزاف لي كونسيبت اون ميم طون وهذاك سكون ابل بحال ايفانجيليست دونك انا ما عنديش ان بوست جو سوي سكون ابل لو جامبر انا غير جامبر انا اشطم عليه سيرتيفا لاعب دونك سي با بور ان بلان دو كارير دي تو بور مو اي دونك بقيت سيرتيفي واحد لقيت ابوندوني 2 ans فاش ابوندوني 2 ans حسيت بان واحد لو سونس دو في ديالي بدا كينقص فريمون واقيلا خت ليتو للسيرتيف وباش ما نكذبش انا النهار الاول فاش كملت في لي سيرتيف اكثر من 20 كان عندي لوبجيكتيف ونشد 60 سيرتيف وندفع الجينيز ريكور ديال لو بلي سيرتيفي في لو موند وتكون ماشي هي طاجين ولا بطاطا ولا تكون شي حاجه في لايتي كنت ابري ديونتولوجيكمون كنقول نو اي واحد يقدر يجي وبريباري لي سيرتيف على قبل جينيز ريكور ويجيبها دونك سي 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 اي دونك من تما بديت كنتبدل وبديت كنقرا بحال دابا اوجوردي لي سيرتيف اللي كنركز عليهم هما لي سيرتيف اللي فيهم الجرين شويه يعني في الجرين نتورك الجرين بحال ديفوبس ك برينسيپ اجيليتي اي اس ام اي دونك تو سكي سيفتي سيكولوجيكال سيفتي في لو طرافاي ايتترا سي سيت ريفولوسيون راه كاينه واحد ريفولوسيون باديه دابا اللي عندها علاقه بالريفولوسيون ديال نيو لايف ستايل ديال الاتر ايمان لو سول لي كي بو بوسي اوجوردي سا سي لا تكنولوجي اي دونك كنمشي لدوك لي تكنولوجي لي كي توش واحد لاسبي اللي هو فيلوزوفيك ماناجيريال نانينا نانينا اتسيتا دونك اوجوردي سي ما باسون الرسم طوابع البريد انا عندي لي سيرتيف صراحه قبل ما ندوز عند مهدي وعند حمزه قلتي واحد الحاجه اللي فريمون مهمه بزاف وانا اثرتني حيت ما كنتش كنتوقع شي واحد غادي يجاوبني بحال هذا الجواب هذا ولكن الا بغيت نلخص بحال اللي قلتي انك ديك الموتيفاسيون ديال ليرنين ديال شي حوايج جداد هي اللي كتخليك انك تدوز دي سيرتيفيكا يعني اون برينسيپ ياك ولكن ما عرفتش واخا هكذا كتجي علاش مثلا كتاخذ سيرتيفيكا على اساس انك ما دير مثلا سيلف ليرنين عادي بلا سيرتيفيكا واش ديك السيرتيفيكا بحال اللي كتبوشيك اكثر انك مثلا غادي دوز واحد ليكزام كتاكد بان داكشي اللي عندك صحيح ولا
ديك النوليدج اللي عندك راك خديتيها 100%، ولا كيفاش يعني؟ فين كاين السيكريت هنا؟ نعطيك اكزومبل، بحال دابا انا بغيت نقرا على الغوفرنانس، ما غندوز حتى سيرتيف، ما غندوز لا كوبيت لا. بحال دابا انا شاك جور كنقرا لاكتياليتي، كنقرا دي ليفغ، دي ليفغ كنقراهم، ولكن اجي نهبطو مثلا الهاشي كورب، مثلا اجي نهبطو التيرافورم ولا كوبيرنيتيز. كوبيرنيتيز ديجا تاثرات وعارف بان السيرتيفيكا دو فالور، دوك ما غنتلفش انا في الرود ماب ديالي باش نعرف بان راه فريمون دزت على كاع لي برينسيپ ديال كوبيرنيتيز. اي دونك نفضل نسيرتيفيا. بحال دابا انا عندي كوبيرنيتيز سي كا دي، ودابا السي كا غندوز شارجي، وغندوز سي كا اس باش نوصل واحد النيفو ديال فريمون راني ميتريزيت هذيك لا تكنولوجي، باش فريمون غدا من تجي شي تكنولوجي مثلا بحال كوبيرنيتيز نكون عارف لو باراديغم ديالها انتيغ لو كور ديالها اتسيتيرا. دونك جو في لي دو زعما، حتى من بعد فاش غندوز كيفاش كنبريباري لي سيرتيف، غتفهم انا كنبريباريهم بلو جايد لاين، وعاد اني كنبقى نقلب في الانترنت انفو كيو اتسيتيرا على داك الدومين، دوك تنزيد الابديتين ابديتين. مي كيما قلت لك دابا لي سيرتيف بقات فيهم غير راني لاعب زعما، نالج راك راه توجور عندي. مي لي سيرتيف بو مو بحال واحد الميزور، كاين اللي عنده 60 دي ميزور، مي انا عندي 60 ميزور. سامع اوكي، ندوز عند المهدي. وبالنسبه لك نفس السؤال، يعني علاش بالنسبه لك السيرتيفيكا مهم لشي واحد في الكارير ديالو؟ بون انا غادي نجاوب بلوس اوبجيكتيفمون كعبد الاحد. عبد الاحد اوكي اكثر، المهم سمحوا لي كانت تخرج هي الفرنساوي بوحدها. المهم عبد الاحد هضر على التجربه الشخصيه ديالو بصح، ولكن انا نهضر عليها بلو اوبجيكتيف. دونك انا عندي واحد الخدمه ديال اوديتور، كندير واحد ليميسيون دوديت ديال لي سيستم مانجمنت. دونك كاين واحد الحاجه سميتها بروف، لا بروف هي باش غنقول واحد الحاجه ولا ما كاينه ولا ما كايناش، كاينه اون بروف، ولي بروف فيهم دي كاليتي. الا جا غير واحد قال لي انا كنعرف ندير هذه، نقدر نقول له امنا بالله. ولكن الا جاب لي ورقه فيها راه هذوك الناس اللي ما عندي بهم حتى علاقه كيشهدوا بانه راه كنعرف هذه الحاجه، سي اون بروف لي انديبوندونت وعندها اون فالور اكثر. يعني انا ملي غادي نجيب واحد السيرتيف راه سي اون بروف دو كومبيتونس ولا او موان دو كونيسونس، يعني بانني كنعرف واحد الحاجه ولا راه كنميتريزاتها تكنيكمون. هذا الفرق دابا نجيو ليه من بعد اذا كان ممكن. يعني انا كنعرف هذيك الحاجه بعدا داكوغ، هذه اول حاجه. ثاني حاجه كيف ما قال عبد الاحد، كاين هذاك لو تشالنج بيرسونيل، الواحد راه خصو يبقى تابع واحد الحاجه اللي كتموتيفيه باش يافونسي. لا ناتور ديتيست لو فيد كيما كنقول، يعني الا الواحد حبس ما بقاش كيقرا غيبدا يدير مارش اريير. علاش؟ حيت لو موند افونس، ماشي هو كيرجع له. خصوصا في هذا الدومين اللي حنا فيه سورتو اي تي، لا فيتيس غادي لي تكنولوجي ايتترا، ما تقدرش تشد الا ما بقيتيش كتقرا واخا غير لي غروند ليني بعدا في لاكتواليتي. وعاد كيف ما لعب احد غادي تشد واحد لي دومين غتحاول تكروزي اكثر تمشي فيه اكثر. وكاين لا كريديبيليتي، ملي عبد الاحد قال لنا عاوتاني راه انا باغي نميتريزي مثلا كوبرنيتيز باش نولي عارفها كيفاش دايره، حتى الا جاوك كونسلتا وكسولوك على واحد واحد التكنولوجي واش غتصلح لنا ولا لا، ولا الا خدمتي اركيتيكت اي تي مثلا غتقول لهم انا جو بروبوز هاد لا سوليسيون، راه عندك واحد لو باجاج كيدون واحد لا كريديبيليتي، واحد المصداقيه اللي غيديروها فيك الناس باش ملي تقترح عليهم شي حاجه يقولوا اه هاد السيد راه عارف اش كيقول، ماشي غير غادي نمشيو انفيستيو في داخل الفلوس والوقت وفي الاخر نلقاو داك السيد راه عطاه علينا واحد الحاجه اللي ما عندها حتى علاقه بداكشي اللي باغيين، و سي اون بيرت دو. طبعا هادشي كامل خصو يدخل في واحد لو بلون دو كارير، الا ما عندكش ان بلون دو كارير من هذوك السنوات الاخرين ديال القرايه، هذوك لو دو ديرنيغ زامي، خصك ديجا تكون عارف راسك فين باغي تمشي. كاين اللي كيبدا ترون كومون وكيبقى يسحب راسو ترون كومون حتى نهايه الدبلوم، ملي كياخذ الدبلوم كيخرج كيولي باغي غير خدمه، وهذه سي اون موفيز ديمارش. هاد الطريقه هذه ما خداماش، حيت ملي كتكون باغي غير خدمه غادي تولي مسيو باس بارتو ومنك عداد. علاش هاد السوسيتي تختارك نتايا بارابور لواحد اخر اللي عارف راسو شنو باغي ووجد؟ راه بحال كيولي عندك ان شو حقل وفيه واحد السبوله وحده خارجه، كلشي غيشوف ديك السبوله اللي خارجه، هادوك اللي بحال بحال راه كلهم بحال بحال. دونك هادي باغمي لي شوز اللي انا كنقول علاش خاص تكون لاسيرتيف بعدا في لو مود ديال الخدمه ديال الناس. بالنسبه لي انا سيرتيفيت اول مره في 2003 خديت واحد ام سي بي ديال مايكروسوفت، وقطعت مع عاوتاني حتى 2011 خديت بي ام بي و ايتيل،
مي هادو كانوا بوسي غير باغ الخدمه، ما كان حتى زعما اونفي بيرسونيل ولا انا باغي ولا. وهنا كانت واحد الخطا درتو انا في الكارير ديالي اللي ديما كنقولوا لي بلو جون، انا كنت تكنيكمون خدام وغوكوني في الخدمه ديالي، هذاك السيد راه كيميتريزي الخدمه ديالو كذا، ولكن ما مشيتش زدت هذيك لا بروف اللي غادي تصلح ليا من بعد بوغ لو شونجمون مثلا دو كارير ولا غير بوغ لا فورماسيون مثلا. بغيتي تولي فورماتور كيقول لك خصك فورماتور يكون عنده هذا السيرتيف، alors que personnellement là je quand quand dire entretien un certifié qui pas chaud fini mais quand sont des questions relativement certifié dire mais je suis un ouais غير كاين فرق ما بين واحد واخد السيرتيف بصح، هذا واحد نقطه غير رجع لها من بعد، وواحد اللي حافظ لي دامب باش يدوز السيرتيف وما بيدري دا السيرتيف ديالو. ولكن ا partir من 2018 منين قربت نسالي داك ام بي اي ديالي اللي قلت لك بديت كنقاد عاوتاني دابا خصني لو بيزون بروفيسيونيل ديالي، غادي نبدا ندير لوديت، غادي نبدا نحط دي سيستيم دو مانجمنت، غادي نمشي نهضر مع الناس نقول لهم والله حتى كنعرف خصني دي سيرتيف اللي هما بلوت اورينتي مانجمنت. في الاول كانوا اورينتي مانجمنت، ومن بعد بديت كنالترني هذيك لا تكنيك ديال الترني مانجمنت مع سيرتيف تكنيك، كوم سا كتبقى اجور تكنيكمون او كوتي مانجمنت. ولا ما عرفتش واش جاوبت على السؤال ديالك ولا اكزاكتومون. سي مهدي واحد النقطه اللي هي مهمه، يعني كملتي على داكشي اللي قال عبد الاحد، اهم حاجه بالنسبه لك المهم ماشي اهم حاجه، ولكن الحاجه الاضافه اللي زدتي هي انها بروف باش كتثبت بانك مثلا في كوتي اونتربريز ولا كوتي فورماسيون الا بغيت ترجع فورماتور بانك كتميتريزي هذيك القضيه. كما قلت لك غادي نرجعوا من بعد على واش تكنيكمون انت مزيان الا عندك سيرتيفيكا ولا لا، يعني هاد كاع لي تروك غادي ندسكوتيهم. الخوا غادي نمشيو عند حمزه وغادي نصبروا معاه واخا غادي يدوي شويه الفرنسي، ولكن ماشي مشكل. انا ما عندش مشكل، انا جمع حكي تونسي انا كنفهم، انا كنفهم هذا مش متاكد، مش متاكد فما دوتر اوديتور، فما برشا مشاركين يمكن ما يفهموش الديالكت نتاعي، ما باش نحاولش نخلط جيت سبونتاني. Non, non, il y avait personne qui m'a soufflé ou enfin sifflé l'histoire de la certification ou de la formation. C'était simplement par curiosité, simple curiosité. Donc, c'est un formateur qui était très présent sur Udemy qui s'appelle Marc-Noël Fauvel. Il avait plein de certifications. Il avait pas mal de certifications en français, que ce soit Scrum, ITIL, PMP, voilà. Même tout ce qui est Lean Six Sigma, les trois ceintures. Maintenant, ils n'y sont plus parce qu'il a vraiment son centre de formation. Bref, donc j'ai commencé par le Scrum. C'était très intéressant, mais c'est resté dans le tout ce qui, dans le théorique. Sur mon application, sur l'application auquel enfin je travaillais à l'époque chez BMP, il n'y avait pas du tout de volonté de faire du Scrum parce que c'était pas du projet, donc c'était normal. Donc j'ai demandé à partir, donc j'ai changé de société et de client à l'époque. Je suis parti à la Société Générale, un client que je connaissais bien. Oui, voilà, j'avais des échos qu'il y avait une vraie volonté de mettre en place l'agilité sur les projets. Donc voilà, j'ai travaillé sur quelques projets voilà, en méthodologie agile. Une fois que c'est fait, voilà, une fois qu'on commence la formation et la certification, voilà, on s'habitue. Au début, c'était par réflexe. Je me suis dit, bon, la certification de la gestion projet, c'était PMP, le PMI. Donc, j'ai suivi la formation. J'ai suivi une formation sur Internet et après, j'ai suivi également une formation en présentiel. Et voilà, et là, du coup, je réponds à la question, pourquoi la certification? C'est justement parce que avant la certification, il y a la formation. La formation, c'est voilà. Des fois, tu suis deux formations parce que tu sens que tu maîtrises pas la chose. Et puis, voilà, suivre deux formations, c'est vraiment apprendre avec deux formateurs de deux points de vue différents. Voilà. Et chacun, il comble les manques que l'autre a. Et puis, etc. Voilà. Par la suite, voilà, je me suis dit bon, PMP, ça donne, c'est bon sur le CV, même si voilà, il y a des réserves sur le contenu, quoique sur le contenu, voilà. Justement, pendant la formation, PMP, ça traite tous les sujets
auquel il est confronté le chef de projet. De tout, enfin, en partant de la gestion des ressources humaines, le temps, le budget, les risques, les parties prenantes, l'approvisionnement, la qualité, enfin, tout, tout, tout. C'est vraiment intéressant. Et en étant chef de projet, enfin, même en appliquant que 20% de ce qu'il y a dans le PMP, c'est vraiment, voilà, enfin, je trouve, moi, c'est intéressant au niveau de connaissances. Par la suite, bah, une fois qu'on a fermé tout ce qui est gestion de projet, donc je me suis intéressé à tout ce qui est utile. Comme je travaillais beaucoup avec avec l'opérationnel et la prod, voilà, m'a dit les six admins. Donc, en fait, après la formation, j'ai trouvé que c'était super, enfin, super intéressante parce que, et je pense que même les développeurs, ils devraient tous être formés et certifiés ITIL. Pourquoi? Parce que ça, c'est une sorte, en fait, de comprendre, enfin, comment dirais-je, c'est pour sensibiliser les gens à connaître les contraintes. Parce que chacun voulait que ces traitements, son ticket traité urgemment, bah, faut il faut qu'ils comprennent, enfin, qu'ils soient sensibilisés sur ces sujets. Et que quand ils demandent à traiter un ticket urgent, il faut que ça soit vraiment urgent. Bon, ça, c'est, voilà. Ça rentre dans la sensibilisation. Donc, le deuxième point intéressant, en plus de l'enseignement et la formation, c'est la sensibilisation. Et puis après, il y a aussi un sujet qu'Abdelhad a traité, c'est vraiment quand on commence une formation pour être certifié, voilà, on traite le sujet de A jusqu'à Z. Voilà, on essaie de suivre la formation, de chercher les vidéos sur YouTube, de chercher dans les forums, de lire d'autres bouquins, enfin, voilà, d'avoir plusieurs points de vue différents sur les sujets. Voilà. Je pense que c'est fini les 5 minutes. Donc voilà, ça dégage. خذ راحتك سي حمزه 5 مينوت زعما ما يبقاش تلخص الفكره صافي راهي هذيك دونك جو كخوا الا بغيت تلخص زعما الاسباب علاش بنادم خصو سيرتيفيي اول حاجه راه هي الفورماسيون يعني هذه زعما بديهيه يعني باش بنادم يتعلم اكثر اكسترا اكسترا وثاني حاجه اللي ذكرها جو كخوا مهدي وحمزه هي انها كتكون بروف باش تو سكي اونتربريز ولا شي حاجه راه هذيك هي الحاجه اللي تبين لهم بانك انت واش كتميدريز هذه القضيه ولا ما كتميدريزهاش ماشي بحال زعما كتجي وتقول لهم انا راه كنعرف هذه القضيه ولا